برعاية وزير الصحة الدكتور نزار يزجي، انطلقت فعاليات مؤتمر أيام دمشق العلمية الصيدلانية الذي تنظمها نقابة الصيادلة فرع دمشق في فندق الداماروز. لنتعرف أكثر على أهمية هالمؤتمر وشو القضايا العلمية الصيدلانية يلي طرحت، بصرنا نرحب بالدكتورة نهى الحكيم. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، صباح الخير، سعد شكرا صباحك. لك. يسعد صباحك أهلا. دكتورة، شو أهمية انعقاد أيام مؤتمر تبع دمشق الصيدلانية العلمية بسوريا؟ هلا أهمية المؤتمر هو التعليم المستمر للسادة الصيادلة وإطلاعهم على أهم المستجدات من علوم الدواء والممارسة الصيدلانية والعلاجات الحديثة، نعم، وكمان إطلاعهم على أهم شيء بالصناعات الدوائية وأي شيء مستجد من أدوية جديدة. نعم، يمكن على مدار 3 أيام كان في أي إفادة طبعا واستفادة لكل طبعا الصيادلة يلي مشاركين. خلينا نحكي يمكن عن أبرز النقاط يلي تم الاستفادة منها، خلينا نحكي عن أبرز الأدوية يلي طرح إلى البديل بسبب يمكن الحرب اللي عم تمرق فيها سوريا والأوضاع الصعبة والإرهاب، أكيد يمكن اغتال المعامل الأدوية كتير. مظبوط مظبوط. هو إذا بدنا نعرف شوي، المؤتمر هو تجمع للسادة الصيادلة حتى نتداول ونناقش أهم ما تتعرض له المهنة من هموم ومشاكل، ونتبادل الخبرات لنرتقي بالممارسة الصيدلانية للأفضل. هلا المؤتمر كتير ركز على البحث العلمي، واستضاف طبعا طلاب الدراسات العليا من كافة جامعات القطر. كان في مشاركة من 12 طالب من حلب، هذا اللي خلانا نحن لسه نحس انه سوريا امل كبير، سوريا لساتها عايشة. وطبعا الشيء اللي كثير نحن اثر فينا انه كل المشاركين بعدهم على اطلاع بكل المستجدات الموجوده حول العالم، يعني سوريا باقيه الى الازل ومواكبه التطور. يمكن طبعا مواكبه التطور. خلينا نشوف اجواء المؤتمر ونرجع ونتابع حديثنا. اهلا وسهلا. كنا سابقا نغطي بحدود 93% من احتياج السوق المحلي، وكنا نصدر الى اكثر من 54 دوله في العالم، ولكن حاليا بسبب الظروف الاقتصاديه ايضا وسبب الحصار الاقتصادي على سوريا اصبح هناك كلفه كبيره بالنسبه لاستيراد الماده الاوليه وبالنسبه لمستلزمات الانتاج، فهذا ايضا سيتطرق له هذا المؤتمر. نحن هذا مؤتمرنا الثالث بصراحه، نحن بنساهم في مسابقه لافضل 3 أبحاث علمية بسوريا. نحن عندنا طلاب دراسات عليا بصراحه مميزين بسوريا، رغم الازمه عم يطلع منه ابحاث بصراحه متطوره، يعني يمكن تاخذ، في ناس عم ياخذوا براءة اختراع، في ناس عم ينشروا بمجلات محكمه عالميا، يعني واصلين لمرحله العالميه عندنا طلاب هون دراسات عليا. نحن سامين هي مسابقه تقريبا عندنا شيء 40 هلا بحث، في 3 أبحاث بدنا نحن لهم جوائز قيمه، وفي ناس نحن بدنا نتابع كنقابه بدنا نتابع لهم دراستهم، يعني تابعوا دراستهم بالمستقبل اذا بدهم يكفوا دراستهم. نحن طبعا نحمد الله ونشكره انه رغم كل هالحصار وكل الظروف والعوائق اللي تعرضت لها سوريا، قدرنا طبعا بفضل رب العالمين والمواطن السوري انه نقدر نأمن المواد الاوليه كلياتها، ونتم مستمرين بتوفير الدواء في السوق السوري. اول فتره من الحرب صار في عنا كثير مشاكل وصارت تتراجعت كثير شركات، في شركات راحت، نحن بشركه افاميا من سنتين لهلا تقريبا كل ما نعمل نقوى الحمد لله، عم نحاول نلبي حاجه السوق، الشغلات اللي ضايعه الاصناف اللي عم تنفقد عم نحاول نأمنها، عم نحاول نوسع سوقنا، عم نحاول نتطور بشكل سريع، والحمد لله خلال سنه عم تتطور الشركه بشكل كثير كبير. We'll be right back.
أكيد زينب تابعنا نحن أجواء المؤتمر، ولكن يمكن حكينا تحت الهواء عن الإمكانيات العلمية السورية الفظيعة، ومثل ما ذكرتي سوريا من يوم يومها يمكن منفتخر بتفوق الطلاب يلي عنا. خلينا نحكي أبرز الأبحاث يلي تم طرحها، حكيت لنا يمكن تحت الهواء عن حالة مميزة خلينا نحكيها. طبعا كان في حالة مميزة، بعض الطالبات استبدلت فأر التجارب الدوائي بالصوص، يعني الكل استغرب لما طرحت الموضوع، بس طلع معها أبحاث يعني ما يعني جودة وبحث علمي متفوق جدا. ونقابة الصيادلة ركزت على البحث العلمي واستدعت أغلب الطلاب، والمشاركة اللي كانت من حلب كانت يعني تفوق الوصف. يعني بتحسي لما تسمعي الطلاب وهن عم يعرضوا البحث تبعهم إنه قديش باذلين جهود بالرغم من الظروف اللي عم بتمر فيها سوريا. طبعا نقابة الصيادلة دمشق فرع دمشق شجعت الطلاب بإعطائهم هدايا رمزية، كان هو طبعا في 25 بحث، 12 من حلب و13 من دمشق و2 من حمص، اللي فازوا هنين 9 واعطتهم جوائز رمزية. طبعا هنين يعني يمكن ما بتعمل شيء للباحث، هلا هو المتابعة اهم من الجوائز. متابعة هو اللي كان متابع اكثر هنين اللجنة العلمية والاساتذة الدكاترة اللي بالجامعات. يعني كانوا يعني انا بعتقد يعني ما في احلى من هيك لما انت بتتابعي بحوث علميه في ظروف صعبه في سوريا. صحيح اكيد. كمان مو بس كان في بحوث علميه، كان ايضا في ميثاق اخلاقيات الدعايه الدوائيه بسوريا. شو ابرز النقاط اللي كمان تركزت عليها؟ هلا هذا ما كان له مشاركه بالمؤتمر، مظبوط وين طرح وقيد الدراسة ولسه ما طلعوا بالميثاق بشكل رسمي، يعني أنا يمكن ما فيني أحكي عنه، أكيد المكاتب العلمية هي اللي بتقدر تحكي عنه. هل في تركيب لأدوية أو يعني مثل ما بنقول مثل ما قالت لي بديلة للأدوية المفقودة بالسوق؟ يعني مثل ما بنعرف في كتير عقوبات على سوريا، في أدوية ما هتصل، يمكن أو في أدوية عم تكون يمكن ما بعرف إذا صحيحة أو شائعة، مثل ما عم يتروج على مواقع التواصل إنه فيها خطر، فهل عم تنسحب من السوق؟ شو صحة هذا الموضوع؟ لا هلا انت بحكم الظروف اللي عم تمر فيها سوريا اكيد في كثير معامل خرجت عن الخدمه الدوائيه. المعامل السوريه كانت فوق ال 76 معمل دوائي. نعم. كانت تغذي تقريبا 85% ل 90% من الادويه. طبعا في نقص بالدواء ما لا شك. نعم. فيه يعني اللي بيقول لك ما في نقص اكيد في نقص بدائل، هو نحن كنا بنعتمد على البدائل، بس طبعا حتى البدائل احيانا غير موجوده. حتى البدائل اللي نحن كثير عم نعاني منه هي شربات الاطفال، منها شربات الالتهاب وشربات سعله ورشح. هلا بنتامل هي حركه طبعا من الوزاره، وزاره الصحه بالتعاون مع المجلس الاعلى العلمي للمعامل الدوائيه، عندهم حركة هلأ شوي إعادة تسعير الأدوية وتعديل أسعارها بحيث أنه ترافق الارتفاع اللي صار عنا بالبلد. صحيح. فأكيد لازم ينطرح هلأ خلال أسبوع 10 أيام مفروض ينعاد طرح الأدوية. منيح بشرتي كل المشاهدين، لأنه أكيد. يمكن المواطن السوري متضايق من موضوع أكيد. رفع الأسعار بشكل أكيد. عام، وخاصة الدواء يلي ارتفع بشكل كتير كبير بالأيام الماضية. خلينا نتطرق لموضوع المعرض يلي صار خلال المؤتمر أيضا، مشاركة 30 شركة. يمكن ضويتي لنا على أنه في شيء عم يتعوض عن شيء، ولكن استمرارية المشاركة لهدول الشركات كمان مو بس من الشام، من عدة محافظات طبعاً سورية طبعاً. خلينا نحكي عن هي المشاركة طبعاً. وخلينا نحكي كيف عم يستفيدوا من بعض الشركات. هلا نحن الراعي الاساسي والالماسي اللي سموه هو كان شركه افاميا. هي الشركه كانت بحما، طبعا قائمه على
أكثر الأدوية تبعها المتممات الغذائية، وهلأ مبلشة تصنع بدائل للأدوية المقطوعة، ومنها طبعاً الشربات. هلأ ما يعني ما بلشت بأدوية الالتهاب، بس أكيد هن عم يستفادوا من بعض الشركات بحيث يشوفوا انه شو المقطوع بالبلد عم بيعوضوا اي شيء نقص ومعمل خارج الخدمه. ممكن شركه ثانيه تشوف انه هالماده مفقوده من البلد عم يتم تصنيعها، والوزاره عم تتعاون معهم بحيث انه تعطيهم الموافقه بشكل اسرع وينزل الدواء على السوق. يمكن المؤتمر كمان أهميته من تبادل الخبرات والنصائح اللي بتعطوها إن كان للمشاركين أو حتى كلقاء بين الصيادلة بينات بعضكم. هل كان في تبادل خبرات خاصة بين الطلاب اللي يمكن قدموا بحوث؟ هل كان في نصائح أنتوا عطيتوها ياهن، أو كان إنه في كمان أنتوا استفدتوا من تجاربهم؟ هلا طبعا أنت إذا بتعرفي المؤتمر هو تجمع دوري للصيادلة لتبادل الخبرات والارتقاء بالمهنة للأفضل. هلأ كان في عدة محاضرات ألقوها بعض الأساتذة الصيادلة وبعض الأطباء، وطبعا نحن بناخذ منهم المعلومات الموثوقة والخبرات، وبصير مناقشة بعد كل محاضرة. وكان في ورشات عمل بين كل استراحة واستراحة من بيناتهم شركات دوائية وشركات أغذية أطفال يعني. فأكيد هي ورشات العمل لما أنت بتتبادلي الخبرات معهم أكيد أنت بتاخدي نصائح كتير صحيحة 100%، والممارسة الصيدلانية بتكون أفضل. نعم. دكتورة، قديش مهم اليوم تعاون الطبيب مع الصيدلاني؟ قديش لازم يكون يمكن في اتصال مباشر لحتى يكون عنده اطلاع أكثر الدكتور على نوع الأدوية اللي مفقودة من السوق؟ يمكن في كتير دكاترة عم يوصفوا أدوية هي غير موجودة صار لها فترة وما إلها بديل. يعني هون قديش يعني يمكن بتوجهي صوت للأطباء أنه يكون في مؤتمر يجمع الصيادلة مع الأطباء للإطلاع أكثر، يمكن لحتى ما يتشتت المريض أو المواطن السوري؟ طبعا كان في محاضرة ألقاها أستاذ دكتور معروف كتير أنه المفروض بدول أوروبا والعالم كلها الطبيب ما يوصف إلا الدواء الجنيس، الدواء الجنيس اللي هو باسم التركيب العلمي، ومن حق الصيدلي أنه يصرف أي شركة دوائية موجودة. هلأ في كتير أطباء عم يتعاونوا مع الصيادلة، أنا بحكم عندي صيدلية حسب خاصة حسب التركيب العلمي. هلأ أنت ما فيك تقولي الشركة الفلانية أحسن من الشركة الفلانية، والتركيب الوزارة ومخابر الوزارة أكيد ما بتطلع دواء للشركة الفلانية إلا يكون مماثل للشركة الثانية بالتركيب الكيميائي تبعه. فكان في حاليا في تعاون مع الأطباء، يعني أنا ممكن إجاني اسم، ممكن هلأ هو معتاد أنه يكتب الاسم التجاري، بس في تعاون بين الأطباء والصيادلة بحيث إذا أنا عملت تليفون ممكن يقول لي الشركة الفلانية معلش، الشركة الثانية ما في مشكلة. فالموجود نحن عم نصفه بحيث نسهل على المريض عذابه بالبحث عن الدواء. أكيد. يعني بخلال حديثنا بشرتي كل اللي عم بيشوفونا كمان بشرف إعادة كمان يمكن دراسة أو ضبط أسعار الأدوية اللي كان شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع، والمواطن يمكن شوي هيك تزلزل من الموضوع. فشكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات، وإن شاء الله تكون النشاطات العلمية بقطاع الصحة كمان كتيرة حتى فعلا نضوي عليها ببرنامجنا وتفيد أكيد المواطنين. شكرا لوجودك الدكتورة نهى الحكيم. شكرا لك.